معانا الحلو بتاعنا تفاصيله بسيطه، بنتابع السوشيال ميديا، كنا عملنا المكشكشه قبل كده بقمر الدين، فمطلوب مني النهارده اعمل المكشكشه بالقرع العسلي. القرع العسلي قيمته الغذائيه عاليه جدا، مش محتاج سكريات، ومن الحاجات اللطيفه، وده يعتبر وجبه سحور كمان كامله مكمله فيها كل حاجه. نشوف نعمل المكشكشه ازاي، الاختراع الحلو ده. ليه المكشكشه؟ المكشكشه، المدلعه، المتشخلطه، حاجات كتيره بنسمعها ومصطلحات، مفيش مشكله ولا عندي اي اعتراض، بس اهم حاجه ان هي تتعمل على ذوق الحاضرين. يعني اللي بياكل ده بياكل على حاجه اللي هو حبيبها واللي بتيجي على معدته، احنا متفقين في الموضوع ده. انا عامل المكشكشه النهارده بالقرع العسلي، مقاديرها على الشاشه استاذه رحاب بعد اذنك. قرع عسلي يتقطع مكعبات ويتسلق من غير اي حاجه. هنكتفي بالسكر بتاع القرع العسلي؟ ممكن نحط شويه سكر حسب الرغبه، ولكن انا شخصيا مش هحط سكر. ليه؟ لا، احط شويه فانيليا واحط شويه نشا عشان القرع العسلي ياخد القوام ده. بالمضرب كده، ولا تحطيه في خلاط ولا اي حاجه، ده زي ما هو كده اهو. قلبته مع شويه نشا وشويه فانيليا. هتحط سكر؟ هيبقى سكره زياده. حلو الكلام، انت حسب الرغبه هنا، مفيش اي مشكله، انا مش معترض على كده، بس انا حابب من غير سكر. اخليك قدامي هنا كده اهو زي الفل. معانا اتصال، مين من الحبايب؟ ادي عجينه الجلاش بتاعتنا، وهعمل المكشكشه. حلو، مكشكشه بقى ده اختراع، كل واحد يعملها ايه براحته. في اكلات ابدعي فيها زي ما انت عايزه وسميها باسمك، انما في اكلات ما ينفعش نغير منها. حلو الكلام. ادي المكشكشه. سموها مكشكشه ليه؟ عشان في الاخر بتاخد عجينه جلاش 100 كشكشه. ادي الموضوع بسيط خالص زي الفل. ونحط سمنه بلدي، ومعانا طبعا القرع العسلي، سلقناه في شويه ميه صغيرين، في نفس الميه قلبناه بالمضرب او هرسناه، ما تصفروش من الميه بتاعته عشان السكريات بتاعته. وفي الاخر يا ست الكل بنحط شويه نشا مع شويه فانيليا. حابه تحط سكر اهلا وسهلا، بس انا للامانه ما حطيتش سكر. انت حابه دي بتاعتك. عشان كده بقول لك ايه، تعملي الحلويات في البيت ايا كان الحلو هيطلع من ايدك زي الفل. ليه يا عم الشيف؟ ده مهم جدا على فكره، تتحكمي في كميه السكريات، المكسرات، الفليفر اللي انت عايزاه، فانيليا، حبهان، قرفه، وهكذا. ادي الطبقة الأخيرة، بنتينها برضو سمنة، يفضل طبعا نوعية سمنة حلوة. مش عايز فلسفة يا فاروق، زبدة ايه؟ الزبدة مع الجلاش تخلي الجلاش يتحرق بسرعة. لا إله إلا الله، زبدة يا غالي ما ينفعش ندخلها مع الجلاش. سمنة بلدي وسمنة حلوة، سمنة نباتي بقى، سمنة حيواني زي ما انت عايز، ولكن لازم سمنه. حلو الكلام. ناخد القرع العسلي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ قرع عسل عندنا في الريف المصري والصعيد المصري ثلاثة تعريفه، وانا رايح على كفر الشيخ بصراحه بقى ليه على الطريق الزراعي مرصوص كده على الطريق، مش لاقي حد ياخده. ده بيتصدر بالدولار، خلوا بالكم، ده مهم جدا. بره سعره قد كده، ربنا انعم علينا بيه هنا ببلاش. تعمليه ايس كريم مش هيقول لا، تعمليه مكشكشة مش هيقول لأ، تعمليه صينية قرع عسلي بالكريمة مش هيقول لأ، صينية قرع عسلي بالبشاميل مش هيقول لأ، تدخليه في بعض الأكلات زي الكسكسي مش هيقول لأ. ناخد طبق من دي كده، لازم رقة واحدة عشان تطلع إيه، مورقة. نكشكش كشكش كشكش. تاني مع بعض. دي انطلبت مننا على السوشيال ميديا، عملناها تقريبا الاسبوع اللي فات. كان امتى يا استاذه رحاب؟ والنهارده طلبت مننا، فانا حبيت اعملها بطريقه تانية، هي نفس الطريقه بس يعني الحشو مختلف. حلو الكلام. وده مطلوب منك برضو. كشكش كشكشها ما تعرطهاش. تاني اهم حاجه نحط سمنه بلدي على الكشكشه دي عشان تورق معانا. سهل خالص، عندك بنوته حلوه دخلها المطبخ تتسلى،
بدل ما قاعده على التليفون. عندك ابنك الصغير الجميل الحلو ربنا يخليهولك، يمكن يطلع شيف كبير كده زي الشيف المغازي. قولي له تعالى كشكش. جوزك في البيت جاي بدري، تعالى كشكش. حلو. هي بتاخد وقت شويه بس عادي يعني، بس شكلها في الاخر حلو قوي على فكره. اقول لك على حاجه حلوه كمان ممكن تعمليها بطريقه تانية احسن مني. شفت الحشوه بتاعت القرع العسل دي كده؟ حط لها بطين مع معلقتين من الدقيق وشويه بيكنج باودر، يا ويلي هتطلع المكشكشه دي ابه زي الكيكه، وعجينه الجلاش فوقيها حاجه جديده اهي. اي خدمه، وهنعملها برضو مع بعض ان شاء الله. افكار كده، ما هو المطبخ ايه؟ رؤيه، فن، ابداع. وانت قاعده كده في المطبخ لازم يكون لك رؤيه خاصه بيكي انت. سبحان الله، مرزق يا مغاز، اخر واحده مع قفله واحده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ حلو. شوفوا انا هعمل ايه، دي سمنه بلدي كذا بقى عشان الموضوع شيق هنا، ده سمنه ايه؟ بلدي. حلو الكلام؟ بنحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه سكر. ايه الجديد يا شيف؟ هو ده بقى، شويه سكر. حلو الكلام؟ وسنه بابريكا. تركايه بقى، ونقلب دول مع بعض ونرشهم على عجينه الجلاش. دي سمنه سكر، بطرف ايدك كده شويه بابريكا، ناخدهم هنا كده. نوزعها بالتساوي عشان تاخد كلها لون واحد. نعم، هقول والله انت لو صبر، يقول لك لو صبر القاتل على المقتول ما كانش يتقتل. حطيت سنه بابريكا عشان تبقى فيها سنه سبايسي كده، نكسر طعم القرع العسلي وطعم الجلاش المقرمش، وناكل منها واحده واثنين وثلاثه زي المكسرات كده لما تلاقيها ايه واخده سنه ايه سبايسي. اللوز يا لوز انت. حلو، دي سمنه شويه سكر. حلو، درجه حراره الفرن عندي 180. تطلع من الفرن عندنا شويه مكسرات من بركه ايدك الحلوه، ممكن يكون فستق، ممكن يكون لوز، زي ما انت عايزه. ونطلع بالايه؟ بالمكشكشه فوق. وطلعوني فاصل. هو ده، هو ده. ليه حطيناها فوق؟ لان المطلوب هنا ان هي تاخد وش من تحت وفوق، فانا ظابط درجه الحراره تحت وفوق. فيلسوف، هنقفل الفرن بتاعنا. شفت الحلاوه؟ يلا يا ويلي. معانا جوز الهند. زينها زي ما انت عايزه. تسقيها شربات؟ هنسقيها شربات، مع ان هي مش عايزه شربات، هنسقساها شويه شربات عشان المكشكشه. ادي المكشكشه. ممكن تتعمل لحمه مفرومه، ممكن تتعمل فراخ مفرومه، ممكن تتعمل جمبري، زي ما انت عايز. حلو. اختراع. شويه شربات. اسمع دي، اسمع دي. هو ده، هو ده اللي بدور عليه. طشه دي. كترش الشربات. انت بتسقي الشربات اللي العجينه اللي فوق، اما اللي تحت واخده من القرع العسلي. واسمع على مسمى. حلو، خلصنا من المكشكشه. اطلع بالزغاليل، بالحمام. اللهم صل على النبي. حمام